الجزء المهم جدا اللي حضرتك اتكلمت بيه، ومن خلال كمان سؤالك لبعض الخبرات الطويله في الدوري المصري، الخبرات الاداريه، ان طالما الحكم لم يعلن عقوبه اداريه وبالتالي الطبيعي انه مش هيتكتب في التقرير، وبالتالي انت عقوبتك بناء على ايه اذا كان الحكم ما اداش دي يا كابتن؟ دي يعني بص يعني قيلت والله هذه مخالفه واضحه وصريحه من الحكم، من اللي طلع القرار، من اللي طلع القرار. اه يعني يعني طب ازاي الحكم كتب وهو ما عاقبش اصلا؟ يعني فدي دي المشكله. ما انت حضرتك خلاص حتى لو كانت الشناوي تجاوز فانت غضيت الطرف واعتبرت ان ده امر عادي جدا بالنسبه لك والقصه انتهت يعني. فالطبيعي انه قيل له اكتب التقرير، والله اعلم بهذا الامر يعني. لا ما لو قال له اكتب تقرير دي بقت مشكله ثانيه. لكن احنا ما عندناش لجنه مسابقات يا كابتن. ما عندناش لجنه مسابقات. ما عندناش لجنه مسابقات. واداره المسابقات لا تقوى على اتخاذ مثل هذا القرار. ما انت حضرتك بتقول اتنين موظفين قاعدين بس على مكتب. لا يعني طبعا كل التقرير لان عندهم خبرات كبيره جدا. اكيد لكن ما عندهمش لكن دول عمرهم ما كانوا بياخدوا قرارات عقوبات ضد اي حد. عمرهم ما كانوا بياخدوا القرارات الحقيقه. طيب ونقطه ثانيه برضه هناقش حضرتك فيها في نفس الملف. نفتكر كنا بنقول دايما ان يعني لازم يكون في قرارات من خلال مش لازم يكون تقرير الحكم، ممكن من خلال الفيديو من خلال الرؤيه. فدلوقتي انت حتى لو انت قلت لي دلوقتي اصل ظهر في صوره التلفزيون ان محمد الشناوي بيقول الفاظ، فانت دلوقتي كمان انت بتناقض نفسك. انت القرار بيطلع على اساس ايه؟ تقرير الحكم ولا حضرتك بتاخد بس كده بالصوره ولا بتاخد بايه؟ فيعني كمان العقوبه اللي على محمد الشناوي لازم نعرف يعني بالظبط يعني نعرف بالظبط حصل ايه وبناء على ايه ماذا فعل الشناوي بالظبط. يعني طبقا برضو بعد المعلومات اللي جات لي من التقرير ان هو يعني بيقول ان هو يعني ان حاجه نوع من زق ومسك دراعه او حاجه بهذا الشكل يعني. الحقيقه انا مش عارف، هل احنا شفنا حاجه زي كده؟ انا ما اعرفش يعني.